تصريحات واضحة كان قد جاء بها محضر الفيدرالي الأمريكي عندما أشار إلى أنه سيقوم ربما في اجتماعه القادم في نوفمبر أو ديسمبر بالبدء بتقليص برنامج من شراء الأصول، مما ما يعني أن عصر الأموال الرخيصة سينتهي في الأسواق. ماذا نعني بالأموال الرخيصة؟ هي القروض الميسرة، القروض ذات الفوائد الصفرية، النقد الرخيص، أي أن يقترض شخص ولكن دون أن يتكلف مقابل هذه القروض الكثير من الأموال، مثل بطاقة ائتمانية على فترة زمنية 12 شهر بفائدة صفرية، أو مورجج أو حتى رهن عقاري ائتماني لـ30 عام بفائدة ثابتة بـ4%. ماذا ينشأ عن الأموال الرخيصة في الأسواق؟ سيولة من المؤسسات المالية توفر بيئة صفرية لأسعار الفائدة، مما ينعش طلب المقترضين على شهية الاقتراض، وبالتالي يكثر لدينا المقترضون حول العالم دون إثباتات بمقدرتهم على السداد، أو سيتكلفون لاحقا تكلفة عالية جدا. إذا المقترضين سيواجهوا أيضا أمر سلبي جراء وجود هذه الأموال الرخيصة في فترة من الفترات، عندما يضطرون إلى رافعة مالية أو ليفرج ستكلفهم أكثر عند سداد الدين. البنوك المركزية تحافظ على أسعار فائدة متدنية من أجل تحفيز النمو والاستثمار، وخاصة اقتصاد كان قد تداعى جراء جائحة كورونا، وكان أول ظهور لما يسمى بالأموال الرخيصة أو الاقتراض الميسر بهذا الشكل هو في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي، عندما أسفر عن ذلك الكساد العظيم بعد فترة الأموال الرخيصة. ننتقل إلى طبعا طبيعة الانتقال التدريجي من الخطط التيسيرية إلى التشديدية. الفيدرالي الأمريكي وعصر الأموال الرخيصة الذي يقال بأنه سينتهي والذي توفر في الأسواق، تلميح جديد بخفض برنامج شراء الأصول، الموعد المنتظر إما منتصف نوفمبر أو حتى في ديسمبر كأبعد حد. الوضع الحالي هي السياسة النقدية التيسيرية ليس فقط في الفيدرالي وإنما حتى في البنوك المركزية الكبرى العالمية، على رأسها إذا ما تحدثنا عن المركزي الأوروبي، الياباني وغيرها. نتحدث عن برنامج لشراء الأصول بحجم 120 مليار دولار شهري بالنسبة لطبعا التوجه العام، واتجاه لتجديد السياسة مع التعافي من الجائحة، وبالتالي عكس الفوائد الصفرية إلى فوائد أعلى وارتفاع التكلفة. ويتوقع أن يتم تخفيض متوقع بحدود 10 مليارات دولار لبرنامج شراء الأصول، مما يعني أن هامش تحقيق التكلفة الأرخص بالنسبة لطبعا الديون سيتراجع. لا ننسى أن هذه الخطة أي الأموال الرخيصة تضر كثيرا بصناديق الادخار، تضر كثيرا بمبادلة خطر الاقتراض أو ما يسمى بالCDS، وكذلك يضر كثيرا أيضا بالسندات. نتحدث عن المشتريات التاريخية لأهم 5 بنوك عالمية، الفيدرالي، بنك الياباني، المركز الأوروبي، بنك إنجلترا وبنك سويسرا. نجد بأنه البرنامج كان للمشتريات لتحفيز الاقتصاد كان واضح لدينا، مما يعني أنه قيمة الشرائية للنقد أيضا تتراجع. بحسب جيبي مورغان يتوقع بأن تكون مشتريات البنوك المركزية تتوجه إلى أن تنخفض بنحو مجمل طبعا $1.2 تريليون في العام 2022. نتحدث عن أهم بنوك مركزية، وبزيادة متوقعة في أسعار الفائدة كمتوسط نتحدث عن 1.48% أي بنحو 11 نقطة أساس، مما سيخلق ربما معادلة بين البنوك التي ما تزال حتى الآن تقدم أسعار فائدة مرتفعة وبين البنوك التي ما تزال تقدم أسعار فائدة صفرية أو حتى في المنطقة السالبة.